السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعينا وحبينا في كل مكان. طبعا احنا جانا اتصال من الحاج محمد صبري، هو طبعا شاف كوبرا بتجري في الارض، هي تقريبا واحدة او اثنين، فاحنا اتبعنا الاثر بتاعها، جينا من اخر الليمون كده وجينا الناحية دي، فربنا يعني كرمنا بيها، بس الشق صعب شوية، يعني هي الشق مش عارفين بقى داخل كم متر، فاحنا هنشتغل عليه باذن الله وتابعوا معنا لنهاية الفيديو. ماشي، خليك شغال زمان. كيف يخبط ازاي؟ مسكتها يا شيخ؟ الله أكبر. هذا حمزة. في واحدة تانية؟ شوف واحدة تانية ولا؟ شوف في واحدة تانية ولا؟ الله أكبر. منور الشيخ أحمد. الشكارة يا اسطى، الشكارة يا اسطى. في كيس يا حمزة أبيض. روح شوفه كده. بسرعة يا حمزة. استمر يا الشيخ أحمد، أقسم بالله. سقف يلا، سقف يلا، سقف يلا. الله أكبر. أنت شايف السنة عاملة إزاي؟ علينا يا خش علينا. مش هيبقى؟ اشمعنى دلوقتي؟ مش دعوة فيه. ارفع ايدك لفوق كده يا عم احمد وافرتها كده يا شيخ احمد. الله ينور الشيخ، والله يبارك، والله يبارك. والله ما انا عارف نقول لك ايه. شوف، هو سبحان الله قال في واحدة متر